حاصلنا نجبال كمدينا فرنسا تركنا علينا طلبات وقاز كنا رجلينا كارتو شير قطع صدرنا جاد يموت وبلا شيد فينا للتنسيق مع مديرين المجاهدين من مذهب الجهه المجاهد المتوفى علي كافي الاسره الثوريه وكذلك جمعيه المجتمع المدني تنظم قافله تاريخيه الى مكان استشهاد بالتاريخ الولايه الثانيه التاريخيه. اليوم نحن في المنطقه الثالثه الولايه الثانية التاريخية منطقة حبايش. هؤلاء هم محمد طيب فرحات الباريكي وهذا كان في 57 يحمل ليسونس في الرياضيات، يعني شهادة ليسونس في المكتبة. الآلة الراقدة هذيك اللي موجودة في المكتبة كانوا يعلوا بها في هذا المكان رفقة مجموعة أخرى من الكتاب اللي كانوا في الكوخ هذا اللي موجود هنا. ومقر الولاية الثانية شكايل اللي يبعد حوالي كيلومتر إلى كيلومترين. ماذا فعل؟ أنزل جنوده من الشاحنات، الشاحنات كملت إلى سيوان فارغة. نحن في الليل عرفت بليسة، دخلت رصاصة من هنا خرجت من هنا، وبالك لاحظتوا في المكتبة هناك شريط فيديو يحكي سجلناه معاه يحكي على هذا حمزة رزان متوسط بسريع مخرج. سؤال وجيه جدا، عدد الشهداء ولا ضعطية؟ حسب السجل بنتي نجاوبك، حسب السجل الموجود في مديرية المجاهدين عندنا 322 ولا ضعطية بنتي؟ ليس شكرا. شوفي نقول لك صراحة، الشهيد ما كاينش فرق بين شهيد وشهيد، كلهم شهداء. تفضل. المعركة ها بينهم بطاقة سعيد والمجموعة اللي معه الذي كنت يعني كما نقولوا احنا شغل مكان معين تاع الشهداء كما المكان هذا وراهم يوصلوا ليه ولا لا. شوف نقول لك انا نجاوبك وهو قصف ودعني. اين استشهد سعيد بطاطا رفقة ثلاث نساء من ولاد عطية؟ ما هي اوجه التشابه بين الثورة الجزائرية والمقاومة الفلسطينية؟ كلمة طلعوا هؤلاء الشهداء اللي شبل كان الاستعمار يقول عليهم في اللاقة خارجي القانون. اليوم المقاومة كافح لتحرير فلسطين وتحرير أرضها قالوا عليهم إرهابيين. شو مليح التاريخ يعيد نفسه. إن غدا لناظره قريب. عودة بمنى، تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. إني اخترتك يا وطني. لا جمال على عينيا، جمال على عينيا، الموت الموت على وطنيا، وطنيا راها اللي بكات بشهر رمضان اللي فات، سامعت سعيدة وبكات قالت وخيل مات. ما تبكيش هاي عينيا، ما تبكيش على ابن الشهيد، ابكي على ضحكي بيعدين ولا حجر الرومي. الحرب اجاينا من عين مليلة سبع ايام على رجلنا، عاصمنا الجبال كمبينا فرنسا تركنا لنا طلبات وقاز كنا رجلنا كارتو شير قطع صدرنا جاد يموت وبلا شيد فينا رجال تموت بلا